پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کو سنانے والے ہیں درود تاج، درود ابراہیم، آیت الکرسی، چار کل شریف پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ پیارے دوستو، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں صرف سن لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی فائدہ عطا فرماتا ہے جتنا کہ سننے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، آپ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں، آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے یا پھر کسی نے بندشیں لگوا دی ہیں، تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر آپ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت درود پاک کے صدقے میں قرآن مجید کی برکت سے آپ کی وہ پریشانیاں ختم فرما دے گا، آپ کے گھر سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا، آپ کے گھر سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں رزق عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، بے شمار رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ پڑھ لیا کریں یا پھر سن لیا کریں۔ اس ویڈیو میں ابھی ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی سنائیں گے، آپ حضرات اس کو دھیان سے سنتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور نامۂ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے کہنے سے ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں یا پھر آپ لوگ سن لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ جن لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی نیک جائز دعاؤں کو، ان کی بیماریوں کو ختم فرمائے اور نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں محبت کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں اور اپنی زبان سے بھی آمین ضرور کہہ دیں۔ کیا معلوم اللہ رب العزت نے کسی ایک کے آمین کو بھی قبول فرما لیا تو یقین جانے دوستو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے دوستو، اب ہم سنا دیتے ہیں آپ کو آیت الکرسی، چار کل شریف، درود ابراہیم، درود شفا اور درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب بالجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى، وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد
محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتن مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين
المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم
سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب بالجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب بالجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى، وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فلا أنا عابد
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب بالجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا
والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة الملتقى وسدرة الملتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقالين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقالين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا.